السلام عليكم طلاب، اليوم راح نبدي بالمحاضرة الخامسة اللي تتعلق بالمكتوريشن and kidney disease. For this lecture we must need to know about the learning objective. So in this lecture we are talking about or describe the mechanism of micturition, also study the types of kidney disease and study the hormones and chemical factor that will be affect to the renal blood flow. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن ما يعرف بالانيوريا، وهي عبارة when the kidney stop producing urine, the condition is usually the result of disease or damage to the kidneys. يعني عندما تتوقف عملية انتاج اليورين outside the body لسبب أو لآخر، يعني قد يكون السبب مصحوب بأنه عندنا مشاكل بنفس الكلى أو قد يكون مشاكل خارج أو ما بعد الكلى. Urination is a process and the result of the kidney filtering and removing waste product, fluid, electrolyte and other substances the body no longer wants or needs. يعني هي عملية إخراج، مثل ما نعرف urination هي إخراج المتبقي من الفضلات أو الإلكترولايت أو الأشياء الفائضة عن الحاجة اللي بالجسم ما يحتاجها ويعتبرها كويست برودكت. إذا نريد نقارنها بمصطلح الأنيوريا اللي هي diagnosed when the kidney are producing less than 500 milliliters of urine each day. A usually day urine output is between 1 to 2 liter for the or for an adult. يعني هي عملية عدم إخراج كمية كافية من اليورين أقل من حوالي 500 مللتر، ممكن أن ندرجها ضمن مصطلح الأنيوريا إذا أريد نقارنها باليورينيشن اللي هي تنطيني حوالي من لتر إلى لترين باليوم. What are the causes of anuria؟ احنا قلنا الاسباب قد تكون مدعومه باسباب قبل، يعني مشاكل تحدث قبل الكليه نسميها البريرينال كوزز، او ما بعد الكليه نسميها البوسترينال كوزز، او احيانا تحدث لي مشكله في نفس منطقه الكدني. اذا نريد نستعرضها راح ناخذ البريرينال كوزز اللي تشتمل على there are problems outside the kidney، يعني قبل لا توصل إلى منطقة الكدني عندنا مشاكل تحدث that can lower the urine production. These factors are included in the pre-renal causes. هاي العوامل اللي تكون قبل الكلية تشتمل بمصطلح بالpre-renal أو بأسباب pre-renal causes. المشكلة problem occurring in the area of blood vessels before it reach to the kidney، يعني راح يصير عندي مشاكل بمنطقة الأوعية الدموية اللي قبل أن تصل إلى الكلية. إذا الكلية نقدر نقول هنا وضعها سليم، ممكن أن تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، ولكن أكو فدفك جاي يحصل بالأوعية الدموية اللي ما قبل ما توصل للكلية راح تسبب لي مشكلة ما تعرف بالبريرينال كوزز. الميجر أو الميجر بريرينال كوزز أز انفلو، أو أهم شيء هو الهايبوفوليميا. المشكلة الأساسية هي الهايبوفوليميا، أنه نقصان في حجم الدم قد يعود بسبب عندي نزيف موجود بالجسم سبب نقصان بحجم الدم أو ما يعرف بالهايبوفوليميا اللي يكون responsible for pre-renal causes and lead to anuria. قد يكون المشكلة الآن بالرينال كوزز، والرينال كوزز اللي هي البروبلم ذات اكر ان ذا كيدني ار جروبت از رينال اوريجين ديفكت اوف جلوميرولس اند رينال تيوبولز. راح يكون هنا عندي ديفكت بالجلوميرولس والرينال تيوبولز، يعني بداخل الكلى نفسها. احنا قلنا اول ما تبدي عمل الجلوميرولس اللي هي تحتوي على مجموعه من الشعيرات الكابيلاريز، الشعيرات الدمويه اللي تقوم بعمليه التصفيه، اذا يكون عندي هنا خلل بها فممكن أن يسبب لي ديفكت بالرينال كوزز، وبالتالي راح يصير عندي ديفكت بالجلوميرولس والرينال تيوبولز اللي دراتستيكالي ريديوس يورين اوتبوت كوزز انيوريا. أو أحيانا يعني هذا الخلل اللي قلنا راح يصير عادة بالجلوميرولس اللي هو بداخل الكلية، أو أحيانا يصير عندي مشاكل تسبب
الأنيوريا نتيجة لحدوث أهم شيء هو الأوتو أميون ديزيز. الأوتو أميون ديزيز اللي هي اضطراب الجهاز المناعي واللي يبدي يهاجم الجسم المناعي، يهاجم الكلية باعتبارها جسم غريب ويأثر على عملية خروج اليورين أوتسايد ذا بودي. تشتمل عادة الأوتو أميون ديزيز على يعني هواية ديزيز تشتمل ضمن هاي المجموعة. الجلوميرونفرايتس أو التهاب الجلوميولار، certain kinds of nephrotoxic drug kidney disease acquired ممكن أن يسبب لي أيضا بعض تناول بعض الأدوية اللي تأثر على وظيفة الكلية. البوست رينال كوزز اللي هي تشتمل ضمن outflow of urine from the kidney، يعني شنو؟ يعني أنه هنا أنا عندي ما عندي مشكلة لا قبل الكلية ولا أثناء وظيفة الكلية، ولكن المشكلة هنا في عملية إخراج اليورين ما بعد خروجه وتصفيته من الكلية. قد يكون المشكلة هنا باليورثر، قد يكون المشكلة هنا بالكانكيولاي اللي هي يعني تندرج ضمن اللور يوريناري تراكت إيشيو. أيضا ممكن البروستاتيك هايبرتروفي ستينوسيس بايلاترال يوترال بلوك بروبلم إن ذا بوستيريور يورثرال فالفز أند كينكس إن ذا كاتيثر كان كوز أنيوريا، يعني ممكن أن تحدث مشاكل في البوستيريور posterior lower urinary tract اللي تسبب لي أيضا خلل في وظيفة الكلية، وبالتالي راح تمنع خروج اليورين outside the body. إذا تندرج ضمن post renal causes وهاي تندرج كلها ضمن ما يعرف بالأنيوريا اللي هي stop of producing urine outside the body. عندي مصطلح الكيدني فيلر اللي هو acute kidney failure occur when the kidney stop function and are unable to filter urine anymore. يعني الكيدني في الفشل الكلوي هو عدم قدرة الكلية على تصفية الفضلات القادمة من الجسم، وبالتالي تكون بسبب يعني اكو مشاكل تحدث بيها. هاي المشاكل ممكن ان تسبب عملية فشل كلوي، وبالتالي صغر حجم الكلية يؤدي إلى فقدان وظيفتها، وبالتالي عدم قدرتها على إخراج اليورين، مما يؤدي إلى ارتفاع الويست برودكت، يعني تصعد عندي اليوريا، يصعد عندي الكرياتينين، ممكن اليوريك أسيد يسبب لي مشاكل بداخل الجسم. الهاي بلد بريشر also known الهايبرتنشن اللي هو can damage the blood vessels in the kidney over time without treatment، يعني ارتفاع الضغط ممكن أن يسبب انخفاض، ممكن أن يسبب تلف ارتفاع الضغط بشكل عالي بدون علاج بدون مراقبة، ممكن أن يسبب لي تلف في الأوعية الدموية، وبالتالي راح يؤدي إلى حدوث تلف في الكلى. Without treatment بدون علاج الهاي بلد بريشر كان lead to permanent kidney damage and aneurysm. يعني إذا استمر الضغط مرتفع بدون علاج بدون مراقبة راح يؤدي إلى تلف دائم بالكلية، والتلف الدائم راح يقودنا إلى عم فشل الكلية في إخراج الويست برودكت أو السايد ذا بودي باي ذا يورين. إذا معناته راح يصير عندي حالة الأنيوريا. خمس مراحل من الكيدني ديزيز إذا نريد نستعرضها، انه الحالة الاولى اللي هي يكون glomerular filtration rate above 90 above or equal 90 اللي هي راح يكون بها normal case احنا نعتبره هنا، يعني معناته الكلية قادرة على اخراج الفضلات بشكل طبيعي بمعدل GFR اكثر من 90 او يساوي 90. المرحلة الثانية عندما يقل مستوى الفانكشن اوف ذا كيدني راح نلاحظ mildly decreased function اللي هو راح يتحصر بين 90 او بين ال 89 الى ال 60 او equal 60، يعني معدل الجي اف ار او معدل اخراج الفضلات خارج الجسم الحي. المرحله الثالثه والرابعه نقسمها الى اي وبي اللي يكون بها mild or moderate decreased function. تلاحظون ايضا بالصور انه شويه تناقص بشكل ولون الكليه، راح نلاحظها بالبدايه تكون لونها فريش، يكون الحجم مالتها طبيعي، لكن عندما يتناقص معدل الفانكشن مالته راح يبدي يتضاءل الحجم مالته، راح يبدي يتغير لون مالته نتيجه لتغير معدل اخراج الفضلات، يعني معدل الجي اف ار راح يكون ديكريز، وراح ينحصل بالستيج الثالثه والستيج الرابعه. الستيج الثالثه اللي هي اي و بي راح تنحصل بين ال 59 الى ال 40، واحيانا تنقص اذا وصل الى ال 30،
وهاي اثنيناتين يندرجن على حسب فعالية الجسم وقدرته على تفعيل الجي اف ار لإخراج الويست برودكت باي ذا يورين، راح ندرجها ضمن المايلد اور المودريت ديكريزد فانكشن. الستيج الرابعة اللي تنحصر عادة بين ال 29 إلى ال 15، هنا الجي اف ار راح يكون فيري لو، وبالنتيجة راح يصير عندي سيفير ديكريزد فانكشن إلى الكدني، راح نمنحال بالحالة احنا راح ننتقل إلى المرحلة الخامسة اللي هي المرحلة اللي راح يصير بها الكدني فيلر، لأن الجي اف ار راح يكون أقل من 15 وراح يتضاءل حجم الكلية وراح تنقص وظيفتها وراح تنتهي بشكل تدريجي إلى أنه بهالحالة ما راح تقدر تقوم بوظيفتها بشكل سليم، وبالتالي ما راح تقدر تؤدي عملية إخراج اليورين أو التخلص من اليوريا أو الكرياتينين بشكل طبيعي مما يؤثر على وظيفتها الطبيعية. ممكن يصير عندي تيومرز اللي هو الجروث اور نير ذا كدني، اون اور نير ذا كدني، يعني فد نمو، احنا نعرف التيومر يعني مقصود بالكانسر، هنا انا راح يصير عندي اما بالداخل الكليه او موجود بالقرب من عندها، ياثر على وظيفته، يسبب انسداد بلوكج اند كيب يورين فروم باسنج اوت سايد ذا بودي. ممكن الهارت فيلر اللي هو الشخص اللي يعاني من مشاكل بالقلب، هاي ما راح يؤدي، ضعف القلب راح يؤدي الى عدم دفع كميات كافيه من البلد around the body، و if there is not enough fluid in the blood vessels one of these in the kidney causing or ceasing to the make urine to hold on the extra fluid، راح عدم دفع الدم بكميات كبيره معناته عدم وصول الدم الى الجلوميرولس بشكل كافي، معناته الفلتره ما راح تكون بشكل صحيح، وبالنتيجه فقدان الويست برودكت نتيجه لعدم ضخ الدم. اذا زياده ضخ الدم وحذف المحمل بالويست برودكت راح يزداد وينحجز بداخل الدوره الدمويه لعدم قدره القلب على دفعه بكميات كافيه ووصوله الى الكليه لعمليه التصفيه، وبالتالي فانه راح يسبب لي مشاكل ويؤدي الى حجز الفضلات بداخل الدم وارتفاع مستوى اليوريا ومستوى الكرياتينين اللي هي نعتبرها ويست برودكت بالوظيفة الكلية التخلص منه. مثل ما تكلمنا على انيوريا اللي هي عملية stop of producing urine outside the body، يقابلها ما يعرف بالدايوريسيس او هي عملية فرط اخراج اليورين outside the body، excessive excretion of the large amount of يورين، اما تكون هذه بسبب chemical that increase urine volume، يعني مواد كيميائيه احيانا تسبب لي، او مثل ما قلنا احنا الديابيتس ايضا ممكن ان يسبب لي دايوريسيس. They are used for treating hypertension and congestive heart failure because they reduce overall fluid volume، يعني بهالحاله شنو؟ انه عمليه فرط اخراج كميات كبيره من اليورين اوتسايد ذا بودي او ما يعرف بالمدرر، ينطوه الناس للناس اللي يعانون، ينطوه الاطباء للناس اللي يعانون من مشاكل بالقلب او نتيجه لارتفاع الضغط، فيبدون ينطوهم ما يعرف بالمدررات حتى يتخلصون من الضغط، يتخلصون من الضغط العالي والسوائل اللي تتجمع بداخل الجسم ويتم طرحها خارج الجسم للتخلص منه. Work by either increasing glomerular filtration or reducing tubular absorption، تعمل مع بعضها حتى تزيد من فعالية الفلترة اللي تحدث بالجلوميولار، وأيضا تختزل tubular absorption حتى ما يتجمع عندي فضلات بداخل الجسم، وبالتالي يمكن أن أتخلص من عدها نتيجة لارتفاع الضغط أو لحدوث خلل في عملية دفع الدم إلى داخل الجلوميولار filtration. عندي ما مصطلح يعرف بالمكتوريشن. المكتوريشن اللي هي عبارة عن process by which the urinary bladder empty when they become filled، يعني عملية اخراج اليورين outside the body بعد امتلاءها بواسطة اليورثا outside the body. هاي تشتمل على فد اساسيات اثنين اللي هي يجب ان يكون البلادر fills progressively until the tension it is wall rises above the threshold
ثري شورد ليفل، يعني انه هنا راح يصير عندي امتلاء الى المثانه، وبالنتيجه راح يصير دعم او راح يصير اعاز من عن طريق الاوتونوميك سباينال كورد لخروج اليورين اوتسايد ذا بودي. النقطة الثانية اللي هي اللي سيز ذا سكند ستيب تحفز النقطة الأولى، انه النقطة الثانية اللي هو نيرفوس ريفلكس كول ذا مكتوريشن ريفلكس. هذا المكتوريشن ريفلكس نتيجة لامتلاء البلدر بواسطة اليورين، فانه راح يصير عندي نيرفوس ريفلكس ذات امبتي ذا بلدر، اور اف ذس فيل ذا ليست كوزز ذا كونشس ديزاير تو urinate. يعني هنا راح يصير عندي بعد امتلاء البلدر راح يصير عندي هنا الرفلكس المكتوريشن رفلكس اللي هو التابع الى النيرفوس رفلكس اللي راح يسبب لي خروج او تفريغ الامبتي ذا بلدر، واذا صار عندي فشل في هذه العمليه فهذا راح يؤدي الى يقود الى الكونشس ديزاير او كونشس ديزاير تو يورينيت. طبعا although the micturition reflex is an autonomic spinal cord it can be inhibited or facilitated by centers in the cerebral cortex or brainstem. يعني على الرغم من انها يعني فد شيء مرتبط بالاوتونوميك الا انها ممكن ان تثبط او ترتبط بواسطه السنترز اللي موجود بالسربرال وبالبرينستم، هاي المسؤوله عن يعني اذا يصير عندي خلل بالأعصاب المحيطية ممكن أنه تتأثر عملية تفريغ المثانة نتيجة طبعا هاي الأعصاب ممكن أن يكون يعني صاير فالضغط على الأعصاب المحيطية نتيجة لحدوث فد ضيق بالقناة الشوكية نتيجة لحدوث فد تيومر سبب ضغط على الأعصاب المحيطية المسؤولة عن عملية المكتوريشن ريفلكس، وبالتالي راح تسبب حدوث خلل بعملية المكتوريشن وعدم سيطرة الشخص على هذه العملية. إذا نلاحظ بالمخطط اللي أمامنا أنه عندي حالتين، الحالة الأولى اللي هي shortage phase والحالة الثانية impeding phase اللي هذا نتيجة هذا ما يوضح المكتوريشن والمكتوريشن ريفلكس، أنه عندما يصعد عندي البلد بريشر راح يصير عندي هنا بالبلدر فلس اذا لاحظها اذا لاحظها بالمخطط لاحظها بالامتلاء المثانه بلادر فلس تمتلي المثانه راح يصير عندي تضييق بالكونتراكس باليورثرا وبالنتيجه راح يولد الضغط حتى يسهل من عمليه خروج اليورين اوتسايد ذا بودي، يعني الضغط راح يصير عندي الفيرست يورج تو فويد اليورثرا كونتراكس مور سو pelvic flower contracts. راح نلاحظ بالمرحله الثانيه احنا دا نتكلم من يسار الشاشه الى يمين الشاشه اللي هو الشورتج فيس قلنا البلادر فيلز، بعدين راح يصير عندي فيرست يورج تو فويد يعني راح يصير عندي زياده باليورثا كونتراكتس مور راح يصير عندي زياده الاسهم توضح انه يصير عندي زياده بتقلص اليورثا حتى شنو حتى يفرغ البلادر من اليورين. الحالة الثالثة اللي هي الامبتينج فيس اللي هي بهالحالة عندما يصير عملية ضغط للمثانة وضغط باليورثا راح يصير مرحلة انه تخلص الجسم بواسطة اليورثا اوتسايد ذا بودي يعني يخرج عندي اليورين وراح يصير بهالحالة اليورثا ريلاكسز. شوف لاحظها بالأولى صار عندي اليورثا كونتراكت اليورثا كونتراكتس مور تضييق السهم يوضح انه عملية تضييق على اليورثا حتى يسهل من عملية خروج ضغط من اليورثا ضغط على العضلات حتى يدفع اليورين outside the body من اندفع اليورين outside the body من صار relaxes بالبلادر اذا صار عندي تفريغ للمثانة اذا بالحالة راح يصير عندي relax الى اليورثا وبالنتيجة راح يصير عملية المكتوريشن هنا. نرجع بالمرة الثانية تتكرر العملية بعد أن يصير عندي اليورين يمتلي بداخل البلدر راح يصير عندي أيضا تضييق وتستمر العملية بين المكتوريشن والمكتوريشن ريفلكس عملية امتلاء وعملية تفريغ المثانة بواسطة اليورثا كونتراكس and then يورثا ريلاكسز. عندي هرمونز وكيميكال فاكتور كونترول تو ذا رينال بلد فلو. الرينال بلد فلو ممكن ان يصير بي ديكريز
بواسطة بعض الهرمونات مثل الإبنفرين والنور إبنفرين اللي يسوي لي contract renal vessels and mainly afferent arteriole. This is lead to decreased renal blood flow. أيضا الانجيوتنسين 2 اللي هو exert a greater constrictor effect of the afferent arteriole. هذا راح يسبب لي فالتضييق إلى الافرنت الصادر من الارتريول، وبالتالي راح يؤدي إلى نقصان بالرينال بلاد فلو. الاندوثيلين اللي هو عبارة عن بيبتايد that can be released by the damaged vesicular endothelium of the kidney. فد بروتين معين ممكن أن يسبب لي يعني ينفرز بواسطة حدوث خلل بداخل الاندوثيليال مالت الكدني. هذا يسبب لي أيضا ديكريز بالرينال بلاد فلو نتيجة لحدوث كونتراكت تو ذا رينال فيزلز. الحالات اللي يرتفع بها الرينال بلاد فلو أنه مادة الدوبامين اللي هو يصنع بالكلية ويسببني فازودليتيشن للرينال. إذا بهالحالة راح يسبب لي إحنا من يصير عندي فازودليتيشن بالرينال راح يصير عندي إنكريز بالرينال بلاد فلو، من يصير عندي فازوكونستراكشن بالرينال راح يصير عندي ديكريز أوف رينال بلاد فلو. إذا الدوبامين راح هنا يسبب لي فازودليتيشن وبالنتيجة راح يزيد لي من الرينال بلاد فلو. عندي البروستوغلاندين طبعا نعرف أنه يزيد البلاد فلو وبالنتيجة راح يزيد لي الرينال بلاد فلو مالت الكورتكس. الاندوثيليال derived nitric oxide released by the vesicular endothelium. أيضا فد مركب ينفرز من الفازيكولار endothelium الخاصة بالكدني ممكن أن يصعد لي من الرينال بلاد فلو. وأخيرا الأسيتايل كولين اللي هو يسبب لي vasodilatation وأيضا يسبب لي increase بالرينال بلاد فلو، بالإضافة إلى ممكن الشخص أن يكون عنده هاي بروتين دايت أيضا يسبب الرينال بلاد فلو. اذا اي شيء يوسع يسوي فازودليتيشن الرينال بلاد الى الرينال راح يسبب لي انكريز بالرينال بلاد فلو، واي شيء يسبب لي تقلص يعني اي ماده كيميائيه او بروتين او 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 مركب معين ينفرز من الكليه يسبب كونستراكشن اذا يسوي لي ديكريز بالرينال بلاد فلو، واذا سبب فازودليتيشن راح يسبب لي رينال انكريز رينال بلاد فلو. إلى هنا تنتهي المحاضرة الخامسة مالتنا، إن شاء الله تكون واضحة. وأي سؤال ممكن أن تسألون على الكلاس، أتمنى يكون الصوت واضح، وإن شاء الله نكمل على الأسبوع القادم بالمحاضرة السادسة. شكرا جزيلا. تعلمنا في نهاية كل محاضرة نوجه سؤال يتعلق بالمحاضرة. السؤال مالتنا اليوم question what is the mechanism of micturition. And as a recap for this lecture, urination is a process and the result of kidney filtering and removing waste product, fluids, electrolytes, and other substances the body no longer want to need it. Second, anuria is diagnosed when the kidney are producing less than 500 milliliters from urine each day. Micturation is the process by which the urinary bladder empty when become filled. And four, hormones and chemical factor control the renal blood flow include epinephrine, norepinephrine, dopamine, angiotensin. يعني هاي اللي قسم منها يسوي decrease بالrenal blood flow، قسم منها يسوي لي increase بالrenal blood flow. And also prostaglandins and acetylcholine. هذا بخصوص المحاضرة الخامسة اللي تتعلق بالmicturation and kidney disease. شكرا جزيلا.